كيف نستفيد من مولد النبوي الشريف؟ نستفيد من المولد النبوي الشريف أن نتعلم الرحمة من سيدنا رسول الله، أن نتعلم العدل من سيدنا رسول الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل فقال لماذا بعثت يا رسول الله؟ قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما تحرش بحد، مش عاكس حد، مش هاعتدي على عرض حد، مش هاعتدي على مال حد، أن أحفظ كيان الدولة التي أعيش فيها ولا أهمل في شيء فرضه الله سبحانه وتعالى علي. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة الله للعالمين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يوجب علي كمتبع ومتشرف بهذا الشريف القرشي الأمي الزكي أن أتعلم أخلاق رسول الله. انظري مثلا حينما أقول نتعلم العدل، ليه أنا بقول نتعلم العدل؟ صوري سعادتك إن ستنا حليمة بتقول إن هذا الطفل يعرف معنى العدل قبل أن يصبح رجلا كبيرا. فقال لها إزاي يعني؟ إزاي إن طفل صغير تكلم عن سيدنا وهو كبير، كبير في المقام لكنه ما زال طفلا، إزاي أنت بتقول عليه يتعلم العدل وهو لسه صغير، ده لسه مش بيعرف يتكلم؟ قالت لأنني حينما أضعه على ثدي اليمين يرضع ويشبع، فإذا ما عرضت عليه اليسار أبى أن. فليه حضرة النبي كان بيعمل كده؟ لأن كان له أخا صغيرا يرضع معه، فهو لا يريد أن يجور عليه أو يأخذ نصيبه من الرضاعة. بالله على حضرتك وبالله أعزائي المشاهدين، مش نتعلم العدل من حضرة النبي صغير مش راضي ياخد نصيب أخيه من الرضاعة من اللبن، علشان ربنا سبحانه وتعالى علمه كيف يكون رحمة العالمين حتى وهو صغير، وهو طفلا صغير كان يدرك. ولعل مشاهد يرانا في هذه الحلقة المباركة يقول لك أمال الشيخ بيقول إيه؟ قول له مش أنا اللي بقول والله، ولا الأستاذة نهى اللي بتقول، ده ربنا اللي بيقول. ده سيدنا عيسى كان عنده ساعة، ولما سألوه لما أمنا مريم رفضت أنها تجاوب أم أنطقه الحق سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون، قال إني عبد الله، لسه صغير عنده ساعة بيقول إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ده سيدنا عيسى بيقول كده، ما بالك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والاثنين إخوات سيدنا عيسى وسيدنا محمد؟ يقوم يتعلم العدل، يعلمنا العدل. من بركات حضرة النبي واللي أنا أتعلمه من سيرة حضرة النبي إزاي أنشر السلام، إزاي أنشر المحبة، إزاي أبين للآخرين ممن لا يعتنقون ديني إن الإسلام مش دين إرهاب يا جماعة، إن الإسلام مش نشر بالسيف زي ما الناس بيحاولوا يفرضوا علينا أكاذيب مغلوطة. وهذا ما دعا الرئيس أطال الله سبحانه وتعالى في عمره ونفع به البلاد والعباد معالي الرئيس السيسي، ما قال جددوا الخطاب الديني، انت بتقول لي الاسلام انتشر بالسيف، انا لو مش مسلم هخاف اخش في الدين بتاعك. وباكد اللي كانت داعش بتعمله من ذبح الناس ده غلط، الاسلام انتشر بالمحبه، الاسلام انتشر بالادب، الاسلام انتشر بمكارم الاخلاق، الاسلام انتشر بالتسامح، الاسلام انتشر بالحب. فيوجب علينا ونحن في ذكرى الميلاد النبوي الشريف ان نقتدي وأن نتأسى بأخلاق سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني ربي أن أعفو عمن ظلمني، اللي ظلمك تعفو عنه والله، وأن أصل من قطعني، وأن ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم أعرف، لأن دينك اسمه دين الإسلام، ونبيك اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، والجنة اسمها دار السلام، وتحيتنا السلام عليكم. فكيف ننشر هذه الفوضى، وكيف ننشر هذا الحقد؟ والإسلام والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم سيدنا محمد بريء من أخلاقنا اللي احنا بننشرها بدعوة ان الإسلام انتشر بالسيف. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احسنت والله، ربنا يبارك في حضرتك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك ربنا اما علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يحب الآخرين، كيف يسع الخلق جميعا من آمن به ومن لم يؤمن. أقول لحضرتك على حاجة لطيفة وجميلة ومحببة
حضرة النبي في مرة شاف جنازة معدية عليه فوقف، فسيدنا عمر بيقول له ايه؟ اجلس يا رسول الله انها اليهودية. انت واقف ده واحد يهودي، وكأن سيدنا عمر فكر ان ده مش انسان. انا في هذه الحلقة لا اتكلم على الدين، لكن اتكلم عن كيف كان يعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وغير مسلم، لانه نبي للعالمين جميعا من كفر ومن امن. قال يا عمر اوليست نفسا؟ مش انا وانت نفس برضو؟ مش انا وانت النفوس ربنا خلقها؟ والراجل اللي مات ده يهودي، انا مالي وماله يهودي او كذا او مسلم؟ انا بقى في احترام للنفس التي اودعها الله لهذه الروح، وربنا اما نفخ فينا من روحه نفخ في المسلم وساب غير المسلم، ولا في الناس كلها ماشيه بروح من عند الله سبحانه وتعالى؟ ماشيه بروح من عند الله. فوجب علينا ان احنا نوسع عقلنا شويه ونوسع قلبنا شويه علشان نساعد الاخرين. ودي الرحمه اللي جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام حتى وهو طفل صغير. نيوضح لنا النقطه دي يا شيخ صبري. احسنتي، احسن الله اليك وبارك فيك في هذه الليله المباركه، ليله ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليله احتفال الدوله المصريه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلها الله عاده في قلوب المصريين الى يوم يبعثون والقائمين عليها يا رب العالمين. حتى وهو طفل صغير زي ما انا كنا بنحكي، رحمته باخته من الرضاعه شيماء، كان يخاف عليها خوفا شديدا، وقالت تقول يا محمد انا اكبر منك سنا، فانت بتخاف عليها ازاي وانا اختك الكبيره بس اخته من الرضاعه، لان النبي كان وحيد مش له اخوات. يقول لها يا اسماء يا شيماء انت اكبر مني سنا وانا اوسع منك صدرا وقلبا. شفتي البلاغه وهذه العظمه التي كان يستشعرها سيدنا رسول الله حتى وهو صغير. هو عارف ان هو مش صغير، عارف ان هو سيصبح قائد للعالمين. يا مصطفى من قبل نشاه ادم والكون لم يفتح له اغلاقه، ايروم مخلوق مدحك ابا الزهراء بعدما اثنى على اخلاقك الخلاق. خلاص يعني حتى لو اي حد هيوصل توصل لحضره النبي، ده قمه النور وقمه الكمال، لدرجه ان سيدنا علي قال يا رسول الله انا اعلم اي طريق سلكت بدون ان يخبرني احد. فتبسم رسول الله وقال كيف يا علي؟ قال لانك اذا سلكت طريقا تركت رائحة المسك في هذا الطريق، فأشم المسك رائحة المسك فأعرف إن أنت في الشارع ده أو في الحتة ده. عايزة أكرم من كده على الله سبحانه وتعالى؟ أن الله لم يخلق أجمل من سيدنا محمد، أن الله لم يخلق أكمل من سيدنا محمد، أن الله لم يخلق أزكى ريحا وأطيب قلبا ونفسا مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبص لحاجة تانية، واحنا بنقول ازاي نستفاد منه وازاي نستفاد من رحمته صلى الله عليه وسلم، نعرف ازاي نحب بعض، نعرف ازاي نتعامل مع المرأة المسكينة، نتعامل مع الطفل الصغير، نتعامل ازاي مع الارحام. لان في ناس ما تقول لها انت مش روحتي لرحمك ليه؟ واحنا في الايام المفترجة دي ايام ميلاد الحبيب محمد يقول لك الدنيا مشاغل. يا اخي الدنيا لم تشغلك عن اصحابك، عن اصدقائك، عن جيرانك، فلماذا شغلتك الدنيا في هذه الايام المباركه عن رحمك؟ يعني ازاي وانت في ميلاد الرحمه ان انت مش ترحم اخواتك البنات وتبص عليهم، ان انت مش ترحم امك المسكينه وتقول لها كل سنه وانت طيبه؟ احنا في ميلاد الرحمه اللي هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي اتعلم ارحم الاخرين؟ انا بقول ان انا بتبع النبي. انت بتتبعه بلسانك ولا بقلبك؟ بلسان يا عم، علشان انا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طب قلبك مش بيتبع النبي في أدبه ليه؟ في أخلاقه ليه؟ في رحمته ليه؟ لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. يعني أنت بتدعي أن أنت بتحب حضرة النبي، مش بتقتدي بأخلاقه ليه؟ مش بتمارس رحمته ليه؟ مش بتمارس عفوه ليه؟ يعني كثيرا ما ظلم رسول الله، كثيرا ما اعتدي على رسول الله، وبعدين ما يقولوه ادعي على الناس، حضرتك بتقولي بين لنا رحمته، ادعي على قوم، يقوم يرفع ايديه للسماء كده، هم اذينه ورجمينه بالحجاره وطردوه من بيته، يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اي قلب هذا اشرف من قلب رسول الله؟ في الحقيقه لا يوجد. اي قلب هذا ارحم من رسول الله؟ في الحقيقه لا يوجد ارحم ولا اطيب ولا انقى قلبا ولا نفسا ولا ازكى ريحا ولا اجمل وجها
من رسول الله صلى الله عليه حضرته وسلم. الصلاة والسلام. سريعا كده بس يا شيخ صبري، سريعا تقول ايه اللي بيقولوا على الاحتفال بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة؟ اقول ان هؤلاء اعمى الله قلوبهم وان كانت ابصارهم حادة تستطيع الرؤية، الا انهم لم يروا من الاحتفال النبوي الشريف الا بدعة. ازاي بدعة؟ ازاي يا عم؟ انا لما احتفل بالنبي بتاعي اللي ربنا شرفه وجعله سيدا للعالمين، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى في الميلاد الشريف حصل نواميس خارقة للكون، وهذه النواميس ان نار فارس اللي وقدت 1000 عام ربنا طفاها، ان 14 شرفة من قصر كسرى هدمت وقت، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غير الكون على سيدنا محمد علشان خاطر ميلاد سيدنا محمد، الشياطين اللي كانت بتسترق السمع من الملائكة وهم بيكلموا بعضهم وتيجي تقول للكهان الصحراء اللي تحت علشان يضحكوا على الناس، ربنا سبحانه وتعالى منحهم من استراق السمع علشان خاطر هذا الميلاد الجليل الجميل، وربنا فتح فيه أبواب الرحمة على الناس. إذا كان ربنا احتفل بالحبيب محمد، أنت مش عايزني احتفل بالحبيب محمد؟ أنت مش عايزني أذكر في خطبة لشيخ مشهور يسمعنا كلمتين عن الحبيب محمد؟ أنت مش عايز قارئ شهير يقرأ لي آيتين يحببني في الدين بتاعي ونحتفل بالنبي محمد؟ أنت لا تجرؤ أبدا أن أنت تقول لي غني من أغنياء الدنيا أو مسؤول من مسؤول الدنيا الاحتفال بالميلاد بعيد الميلاد بتاعك ده حرام، لكن نتطاول على خير الأنام. إزاي يا جماعة؟